مسافات طويلة ودروب صعبة وصلنا خلالها إلى أناس منسيين، فقراء ومحتاجين، آلاف الكيلومترات قطعتها هيئة الأعمال الخيرية العالمية لتكون معهم لحظة بلحظة وتنقل معاناتهم في زيارة خاصة إلى الأشقاء في دارفور. مثل ما نشوف الحين هذا المي كيف نعبيه حتى يكون يعني واضح للجميع. المي مثل ما تشوفونه هو طاكي في هذه الطريقة، وهذا المي اللي هم يشربونه، هذا خزان المي. المي لأنه ما في هنا مكان بعيد، من مكان بعيد يجيبون المي، يجيبون المي ويخزنونه في هذا البيت تحت بلاستيك أساس الأرض ما تشربه. إضافة أنه في عجز شديد في هذه العنابر، مثل ما تشوفون أمامي هذا مريض متعب ملقى هنا على الأرض في الطريق لعدم وجود مكان مخصص له من الداخل. طبعا شوف مثل هذه الحالة اللي تشوفون أمامكم، هذا لضعف الكوادر في المستشفى، فأهالي المرضى هم ينقلون المريض. الناس تعبانة والله، يقولوا شو ما عندهم، والشعب هنا ما في حاجة، والحكومة ما عندنا حاجة، والسراير والله ملايات ما في، ومراتب ما في والله، والظروف، وربنا يعدل الحالة. في قسم خاص لغسيل الكلى، وفي عادات كثيرة أيضا، لكن للأسف استيعاب المستشفى قليل، مو قادرين يستوعبون العدد الإضافي. السلام عليكم. أنتوا صف كم؟ ثانية. ثاني، شو عندكم اليوم؟ مثل ما تشوفون أمامكم هاي الطلبة يدخلون فصل دراسي. الطلبة يدرسون على طاولات تحت رمل، وهذه الصبورة هو طبعا كله قش وحطب، وفي فترة الخريف بقى، لأن الخريف ده فترة المطر، نعجز قبل ما الخريف يجي. يعني سكرون المدرسة. أي مسكر المدرسة يعني حياة، أي في ده الحاصل طبعا. هني 3000 طالب يدرسون، 2200 طالب و 800 طالبة، فهم حقيقة بحاجة إلى فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم، 100 فصل. الأطفال طبعاً مثل ما تشوف جالسين على الأرض، ما عندهم طاولات ولا كراسي. أنت ليش تسجل على الخشب؟ ما عندكم مصاحف؟ ماشي مصاحف، ماشي مصاحف. ومن قلة المصاحف يسجلون على الخشب، اللوح الخشبي هذا. في هذا المكان طبعاً يسمى مطبخ، يعدون الطعام للطلبة. هذا قوتهم اليومي، عقب يصب عليه شوي من الصالونة هذه ويتون يغمسون فيه ويأكلون الطلبة هنا. هاي بوابة المسيد، هذه بوابة، هذه بسم الله دخلنا المسيد. هذه المنطقة هاي المخصصة للصلاة لأهل القرية. هذا المسجد حقيقة عبارة عن سور مثل ما تشوفونه، متر طيني. هذا اللي خلفي مسجد حقيقة، هذه القرية كلهم يصلون في هذه المنطقة، والمسجد مثل ما تشوفون أمامكم بحاجة ماسة إلى تأهيل. هذه القرية فيها 2000 نسمة، ينعدم فيها حقيقة مركز صحي، فالأهالي يشتكون من عدم وجود الرعاية الصحية في هذه القرية. فنحن حقيقة محتاجين حوجة شديدة، وهذه القرى محتاجة، ما في مركز صحي ولا نقطة غيار ولا مستشفى ولا أي دور للصحة. هذه القرية فيها 800 منزل، اللي من المنازل هذه المواد البدائية المنشاة موجود. 150 بيت احترق في بداية شهر مارس. الآن أنا تواجدي هنا في هذه المنطقة في حدود منزل محترق، هذا المنزل شوفون. يعني اليوم نحن في معسكر النازحين في دارفور. هذا المعسكر حقيقة في 100 منزل، نعم منزل إذا صح التعبير أن نسمي منزل. نحن في دارفور في جنوب السودان. الآن نحن في زيارة لأسرة أيتام تعيش في ظروف قاسية في بيت عبارة عن قش. طبعاً وقت المطر كل ما يطيح هنا يضطرون يطبخون داخل الغرفة، يطبخون لداخل الغرفة. حالتنا شينا خريف، ده موية بكفينا، ما عندنا حاجة ناكلوه نشربوه، ما عندنا حاجة ناكلوه نشربوه، لكن الحمد لله. هم يناشدون أهل الخير بدعمهم بكفالة شهرية للمعلمين حتى يؤدون هذا الواجب للإنسان، خاصة يدعم جانب التعليم. محفظي القرآن هم متبرعين من أنفسهم وما عندهم أي مصدر دخل،
اليوم معنا طالب من أصحاب الهمم حقيقة يجد معاناة شديدة للتنقل. هذه المشاهد عشناها معهم، مسحنا على رؤوس أيتامهم، قبلنا جراح المسنين، كانت صرخات أطفالهم أبلغ مما تحمله الصور، قطعنا عهدا بأن ننقل معاناتهم وواقعهم المرير إلى المحسنين، وكلنا أمل بأن يكونوا طوق النجاة لمن انقطعت بهم السبل.